وكيف تجعل يعني هذا اللحام او القصدير يلتصق في راس الكاويه هنا؟ لكني احضرت لكم طريقه وفكره رائعه وفعاله لتجعل اللحام او القصدير يلتصق بشكل احترافي جدا في راس الكاويه وبالتجريب. لذلك رجاء لو استفدتم من الفيديو قوموا بعمل لايك اعجاب واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لتتوصلوا دائما باحدث الابتكارات والاختراعات. المهم كما ترون فالكاوية هي في الأصل يعني مرتبطة بالقابس كما ترون، هذه هي الكاوية الخاصة بنا وهذا هو القابس كما تلاحظون. يعني فالكاوية في طور التشغيل سوف نحاول جعل هذا القصدير يلتصق في رأس الكاوية. المهم لاحظوا أمامكم ماذا سوف يقع كما تلاحظون، يعني يعني اللحام لا يلتصق في رأس الكاوية كما تلاحظون، رغم أنني أغير المكان لكنه لا يلتصق نهائيا، فقط يسقط يعني في كل مرة يسقط. لاحظوا كما ترون فاللحام فقط يسقط، لاحظوا كما ترون فقط، يعني ما الذي نراه فقط، يعني اللحام لا يلتصق برأس الكاوية فقط يسقط كما رأيتم. ها هو أثره، يعني هذه النقط هي يعني ناتج عن أثر سقوط اللون. لاحظوا مرة أخرى كما تلاحظون فقط يسقط ولا يلتصق نهائيا حتى لو حولنا. والجهاز أصدقائي الذي سوف أقترح عليكم لكي نستعمله في رأس الكاوية لن يخطر على بال أي أحد، طريقة بسيطة وهي عبارة عن قابس أو بريز الذي يباع يعني بالنسبة للأجهزة التي تشتغل ب 220 فولت، يعني مثل أجهزة التلفاز يعني الثلاجة إلى آخره، الصاروخ، آلة اللحام. يعني هذا البريز أو القابس فهو مشهور جدا، يباع تقريبا بعشر دراهم مغربية أو واحد دولار، فهو تقريبا في جميع الدول وفي جميع يعني البلدان، يعني فقط تختلف أشكاله، لكن الشكل الأكبر وضوحا وهو هذا الشكل، يعني فهو معروف لدى الجميع. هذا بالنسبة الذي أستعمله للصاروخ، وهذا يعني آخر فهو قمت باقتلاعه من قبل كما تلاحظون، لديه اثنان كذلك من الرؤوس قمت باقتلاع واحد منه. بالنسبة لهذا القابس فهو جديد لن أقوم بلمسه، لذلك مباشرة سوف أستعمل هذا. كما تلاحظون أصدقائي أي قابس أو أي بريز يكون لديه اثنان من الرؤوس، هذا البريز أو هذا القابس الذي قلت لكم يباع بعشر دراهم أو واحد دولار، الرائع فيه هو أن هذه الأسنان التي تلتصق بالقابس فهي يعني نحاسية وليست من الحديد أو معدن آخر، نعم من النحاس، والنحاس الأصلي هو الذي يستعمل بشكل احترافي في التلحيم مع الكاوية، وسوف أجرب لكم بالتجربة لكي تروا بعيونكم. سنحتاج إلى مفك براغي على هذا الشكل، ونقوم بفتح هذه المسامير التي هنا وهنا كما تلاحظون. بعدما قمنا بفتحها نقوم بإزالتها على هذا الشكل، هذا هو يعني القابس الذي نحتاج إليه، إدارته إلى الجانب هكذا، وسوف نحضر أي أداة قوية أو مفك براغي كذلك، وأقوم بإدخاله بين هذه الجوانب ما بين هذا الجانب وهذا الجانب على هذا الشكل بهذه الطريقة أصدقائي، طريقة جد سهلة بهذا الشكل كما ترون، ثم أقوم بفتحها من هنا بهذا الشكل كما ترون. هذا هو يعني السلك المعدني القوي، نقوم بسحبه على هذا الشكل بإزالته كذلك من هذا البرغي وهذا المسمار، ثم نقوم بسحب الخيط ورميه كذلك جانبا. وكما تلاحظون هذا هو السلك المعدني الذي نحتاجه، لاحظوا أصدقائي فهو مستقيم جدا يعني بشكل احترافي، لكن لديه هذه النقطة هي التي يعني فهي ضخمة. إما أن نستعمل ورق السنفرة أو هذا الورق الخشن ونقوم بسنفرتها على هذا الشكل، المنطقة الضخمة نقوم ببردها على هذا الشكل مثلا حتى تصبح متجانسة يعني متساوية مع مثل هذا السلك، أو تقوم باستعمال الصاروخ. كما ترون أصدقائي لاحظوا كيف أصبح شكله، فهو أصبح يعني متجانس مثله مثل المسمار يعني في الشكل الأول، لاحظوا فقد أصبح يعني شكله متوازي ومثل الشكل الذي في الأول. بجعل هذه المنطقة التي في الآلة هنا، هذه المنطقة التي في الرأس تكون يعني أكثر حادة قليلا يعني لكي يسهل علينا عملها في التلحيم. لاحظوا أصدقائي كيف أصبح شكله، بالنسبة للجهة الأمامية فقد أصبح حاد، ثم الجهة الخلفية لاحظوا كيف هو شكلها،
ثم كذلك من هنا الآن نقوم بتجربة، أولا نقوم بجلب الكاوية ونقوم بإزالة يعني هذه البراغي أو هذه المسامير، نقوم بإزالة هذا المسمار أو البرغي كما تلاحظون، نقوم برمي جانبا ثم نقوم بتركيب هذا المسمار الذي قمنا بإحضاره مباشرة مع الرأس الكاوي على هذا الشكل بهذه الطريقة، نقوم بتثبيت هذه الكاوية. الآن مباشرة نقوم بالتجريب أمامكم، إذا نقوم بإدخال القابس هنا كما تلاحظون ونترك الكاوية حتى تسخن، بعدها نقوم بتجربتها. والآن كما ترون أصدقائي بعدما سخنت الكاوية بشكل جيد، الآن لاحظوا هذا هو القصدر أو اللحام، ولاحظوا أمامكم سوف نحاول جعل هذا اللحام يلتصق بالكاوية، ولاحظوا أمامكم الفرق كما ترون، لاحظوا بكل سهولة أصدقائي يلتصق اللحام، لاحظوا الكفاءة الجيدة في التصاق اللحام، لاحظوا سوف أحرك الكاوية لكنه لا يزال ملتصقا بشكل محترف. مرة أخرى كما تلاحظون أصدقائي حتى لو قمت بإكتار اللحام فهو لن يسقط، لاحظوا معي كما ترون، لاحظوا كمية اللحام الآن سوف يسقط لأنني أكترت منه كثيرا، لاحظوا سوف يسقط مباشرة لو قمت بإدارة يعني الكاوية مرة أخرى أو من جهة أخرى وأقوم ب يعني زيادة في سلك اللحام، لاحظوا مثلا من هذه الجانب الآخر من هنا كذلك يلتصق في أي جانب، يلتصق بشكل احترافي جدا، لاحظوا رغم أن الكاوية فهي أصبحت متسخة مع ذلك لا يزال اللحام يلتصق، يعني أعتقد أنك لن تجد أي سلك معدني يلتصق فيه اللحام بهذا الشكل وبهذه الاحترافية كما تلاحظون أصدقائي، فاللحام حتى عندما يكسر فهو لا يسقط. الآن نقوم بتجربة تلحيم سلك ما باللحام وباستعمال هذه الكاوية ونرى كفاءته. السلكين فهما خاصين بقابس، لاحظوا أمامكم أصدقائي كفاءة يعني رأس اللحام هذا، نقوم بوضع قليل من اللحام أولا، لاحظوا لاحظوا كيف يلتصق اللحام بشكل احترافي، ولاحظوا الآن كيف سوف نقوم بلحام السلك بكل احترافية كما ترون أصدقائي، فهو يلتحم بشكل خرافي جدا، لاحظوا معي يعني فالسلك يلحم بشكل رائع جدا، كما قلت لكم لن تجد يعني رأس آخر سوف يلحم لك الأسلاك الكهربائية بهذه الكفاءة حتى لو بحثت كثيرا لن تجد مثل هذا الشرح أو مثل هذه الكفاءة، لاحظوا معي كيف يلتصق السلك باللحام، لاحظوا بشكل احترافي جدا، لاحظوا كيف التحم السلك مع اللحام. عدد من الأصدقاء لأن هذه الفكرة حصرية ولن يقوم بشرحها لكم شخص آخر، لاحظوا كيف يلتصق اللحام أصدقائي بشكل خرافي جدا كما ترون، فقد التصق بشكل احترافي. الآن سوف أقوم بتلحيم هذا السلك مع أخيه ولاحظوا كيف سوف يلتصق بهذا الشكل، أقوم بوضعه فوقه يعني قال لي النعاس يسمح به هذيك ترانسبورت ما تسمح به الآن سوف أحاول يعني فك أو نزع هذا السلك عن بعضه لكي تروا كفاءة اللحام، لاحظوا سوف أقوم بنزع هذه القطعة في الأصل ولاحظوا سوف أحاول نزعه، لاحظوا كما ترون فهو لم ينتزع نهائيا، لماذا؟ لأن اللحام قوي جدا أو أن هذه السلك أو الرأس الخاص باللحام فهو رائع جدا في التلحيم كما ترون، فهو بشكل احترافي، لاحظوا فالخيط ينتزع واللحام لم ينتزع نهائيا، لاحظوا معي هذه البوردة أو هذه الصفيحة، ولاحظوا لدي هنا يعني قطع إلكترونية أو مصباح ليد، سوف أحاول نزعه وتركيبه في نفس الوقت بواسطة رأس كاوية اللحام الذي قمنا بعمله الآن، وكما تلاحظون بنفس الرأس الذي قمنا باستعماله نقوم بإزالة هذا المصباح، لاحظوا نقوم بالتسخين قليلا، لاحظوا فالمصباح أصبح طري في النزع كما تلاحظون أصدقائي، أصبح بسهولة ينتزع ويركب، لاحظوا سوف أركبه بكل سهولة مرة أخرى، فقط أقوم بتسخين المنطقة وأعيد تسخينها
وأقوم بتركيب السلك كما تلاحظون كأنه لم ينجز نهائيا كما تلاحظون، فقط بكل سهولة أصدقائي كما ترون. وبالتالي أصدقائي فهذا الرأس أو هذه الكاوية فقد أصبحت احترافية جدا. لذلك أصدقائي قوموا بتشجيعنا وقوموا بعمل لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولتوصلوا دائما بأحداث الفيديوهات، وكل وأهم شيء هو أنكم أن تقوموا بعمل لايك ليصدر الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص. وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.